الفيرست لو ثيرمو داينامكس على التو سايكلز او التو سيستمز اللي شغالين، اللي هو هيت انجن وريفريجريشن سيستم. الهيت انجن ادينا مثال عليها، اي هيت انجن هي عباره عن بنج حراره يجيله، وده موجود كل الانجنز اللي هي اديها حراره تجيني ورك، زي الستيم باور بلانت، زي الانترنال كومبشن انجن، زي التربينز، زي اللي هي بنسميها الجاس تربينز، كل دي في الاخر داخله تحت بند هيت انجن اللي هي اديها حراره تجيني ورك. فتعالى ناخد مثال على الهيت انجن اللي هو الستيم باور بلانت. مكون من ايه؟ مكون من بويلر بيدخل الميه في شكل ليكويد اللي هي ام دوت ووتر، وبديله حراره كيو دوت ان علشان يحول الميه من ليكويد فيز لفيبر فيز، هي نفس الام دوت ووتر اللي دخلت في شكل ليكويد تخرج في شكل فيبر. والفرق بينهم هو الان ضربي هنا اتش 1 والان ضربي هنا اتش 2، وهسمي دي واحد اثنين. والانتر باتنين اللي هي بعد ما بدي حراره للميه عشان تبقى فيبر بعد ما كانت ليكويد، الانتر بتاعتها بتزيد. ليه الانتر بتاعتها بتزيد؟ لان الانترنال انرجي بتزيد والفولوم بيزيد. مش هي كانت ليكويد بقت فولوم، بقت شويه ليكويد قد كده، بقت فولوم بقت فيبر قد كده، فالفولوم جماله يبقى كان الفلو ووك اللي هو البري البي في البي. طبعا البريشر هنا هو البريشر هنا، بريشر ثابت اثناء الهيت اكشنجر، البريشر ثابت، بس هنا ايه؟ هنا الفوليوم قد كده ليكويد، يعني المفروض ان انا واحد واخد 1 كيلو جرام من الميه، فال 1 كيلو جرام من الميه يبقى لتر ميه، شويه ميه قد كده. تخيل دول لما يتبخروا يبقى ايه؟ عند نفس البريشر يبقى ايه؟ حجمهم زاد قوي، والانترنال انرجي زادت، لان درجه الحراره ماشي هنا داخله ده، وهنا بقت سوبر هيت، هنا داخله سيلي، داخله كومبريس ليكويد بدرجه حراره 200، بفضل اسخن لغايه لما كله يبقى بيبر، وبعد كده سخن البيبر ممكن يطلع بكام؟ بدرجه حراره 600 800 حسب ما انا عايز الانفاق يزيد قد ايه. وبعد كده بيدخل بيبرز على توربينه، التربينة يديني دبليو دوت تربان، والستيم اللي خارج ودي تبقى البروسيس 2 3. الستيم اللي خارج اخده اكثفه في الكوندنسر، وشفنا ازاي بكثفه، يعني في الحاله دي اطرد منه كيو دوت اوت علشان اسحب منه حراره يتحول من فيبر لليكويد. وبعد كده اروح على بامب علشان ارفع ضغطه، لان ضغطه بيجي هنا ضغط واطي، ارفع ضغطه لضغط البويلر، وادي ده هنا الورك دوت بتاع البامب اللي هو جزء من الورك اللي طالع من التربينه، اخده اشغل بيه البامب. طبق الفيرست لو على التربينه، او اسف على السيم باور بلانت، يبقى ايه؟ سيجما كيو دوت ناقص سيجما دبليو دوت بتساوي صفر. سيجما كيو دوت بتساوي ايه؟ كيو دوت ان في الايه؟ في البويلر، في البويلر ناقص كيو دوت اوت اللي هي فين؟ يبقى دي كلمة سيجما كيو دوت. سيجما دبليو دوت هي دبليو دوت تربين اللي خارجة من التربينة ناقص دبليو دوت دبليو دوت بامب اللي باخدها على ده لما اطبق الفيرست لو على الورك بتاع التربينه. لما اشيل منه الجزء بتاع البمب، النت وورك اللي باخده هو ده اللي باخده اشغل بيه جنريتور عشان يديني كهرباء. اذا الهدف من السيستم ده ان انا اعمل ايه؟ ان انا اخد الورك ده نت، هو ده بقى اللي انا بستفيد منه علشان اشغل الجنريتورز، مش كده؟ بعمل حاجه اسمها انرجي بالانس. بعمل حاجه اسمها ايه؟ الانرجي بالانس دي مهمه جدا علشان ابتدي اشتغل كمان في السكند لو.
بتقولي بقى الانرجي بالانس بروح عامل دايره كده وحاطط فيها المكونات دي بس قايل الناتج بتاعها ايه؟ اقول بدايه ان ده هيت انجن. اقول ده هيت انجن. الهيت انجن داخل له ايه؟ داخل له كيو دوت ان منين؟ مش انا لازم اعمل كومباستور حوالين المواسير اللي ماشي فيها ميه علشان يخلي الميه تبقى فيبر او تبقى ستيم مش كده؟ كومباستور ده بسميه هاي تمبريتشر ريزرفوار. ليه؟ ليه هاي تمبريتشر ريزرفوار؟ درجة حرارته بتبقى ممكن 1200 1500 2000 درجة، درجة حرارته عالية جدا لأن ده بحرق في حريقة بعمل حريق مش كده؟ طيب ولما آخد الحريقة دي درجة حرارته هتقل إلى يبقى ده تعريف الريزرفوار، الريزرفوار اللي هو إيه؟ اللي هو إن أنا مهما آخد منه حرارة درجة حرارته ما تتأثرش. وبنسميه سورس او بسميه هاي تمبريتشر سورس اللي انا باخد منه الحراره مش كده؟ وده تعريفه ان الهيت كاباستي بتاع كلمه هيت كاباستي يعني ايه؟ يعني الام دوت بتاعت الفيور اللي داخله في الهيت فاليو بتاعته او السبيسيفيك هيت بتاعته. دي كلمه الهيت كاباستي الام دوت في السبيسيفيك هيت تبقى عاليه جدا. وصابه من الناحيه الثانيه في ايه؟ في نهر او في الهواء. الهواء مهما تدي له حراره درجه حرارته ما تتغيرش. النهر مهما تدي له حراره درجه حرارته ما تتغيرش. مش كده؟ يبقى ده بنسميه سينك. بنسميه بلاعه حراره. ها؟ يبقى انا عندي سورس وسينك. او هاي تمبريتشر ريزرفوار ولو تمبريتشر ريزرفوار. مش كده؟ والكلمه ريزرفوار معناها ان مهما تدي له حراره مهما تجي له كمية حرارة درجة حرارته ما تتغيرش، دي كلمة ريزرفوار. يبقى كده عرفنا الهاي تمبريشر ريزرفوار واللو تمبريشر ريزرفوار أو السورس والسينك. خلاص؟ ويبقى هنا ده إيه؟ اللي موجود هنا ده اللي هو السورس. إيه هو السورس حاجة في الحالة دي؟ اللي هو كومباستور أو كومباشن تشامبر. مش كده؟ أنت بتحرق وقود درجة حرارته 2000 مهما هتسحب منه حرارة درجة حرارته ما بتتأثرش. درجة حرارته إيه؟ ما بتتأثرش. طيب يروح فين بعد كده؟ بروح للو تمبريتشر اللي هو بسميه سينك. يعني يا إما أسمي ده السورس أو أسميه باسم درجة حرارته اللي هو تي اتش تي هاي أو ده أسميه تي لو. يعني ده النهر او الهواء درجه حرارته واطيه بالنسبه لمين؟ للسورس مش كده؟ وده بيحصل فيه ايه؟ بيقترب بيه الحراره اللي فين؟ اللي هنا اللي هي كيو دوت اوت دي بتروح لمين؟ مش دي قلنا عباره عن ان انا باخد هنا ميه امشيها في مواسير وارجعها تاني تسحب الحراره فاكرين؟ طيب مش كده؟ اه يبقى ده رايح فين؟ بيروح ياخد الحراره اللي في البيبر اللي انا عايز اكثفه ويرجع تاني للنهر. هل درجه حراره النهر او الترع بيتغيروا علشان شويه الميه السخنين دول راحوا فيه؟ لا ولا حاجه خالص. مش هيأثروا بدرجه الحراره بتاعت النهر والترع. اوكي؟ طيب ويكون الناتج ايه؟ دبليو دوت نت اللي هو النتورك اللي هو عباره عن ايه؟ ورك تربين ناقص ورك باور. عباره عن الورك تربين ناقص الايه؟ ورك باور. يبقى ده النت ايه؟ ده النتورك اللي انا باخده منه ودي اسمها ايه؟ انرجي بالانس. يبقى في الانرجي بالانس باخد كيو ان الهيت انجن بيطلع كيو دوت اوت للنهر او للهواء لو انا ببرد بالهواء او ببرد ميه والناتج دبليو دوت نت اللي هو بنسميه من الانرجي بالانس بلاقي ايه؟ ايه اللي داخل؟ كيو ان ان وايه اللي خارج؟ كيو دوت دبليو دوت نت ده معناها ان كيو دوت ان تساوي دبليو دوت نت زائد كيو دوت اوت زائد كيو دوت اوت او ان كيو دوت ان ناقص كيو دوت اوت بيساوي ايه؟ عشان كده سميتها الايه؟ انرجي بالانس.
انرجي كل ده بنتكلم في مين؟ في الفيرست لو. كل ده بنتكلم في مين؟ في الفيرست لو. طب ما تيجي نتكلم كمان بقى في السكند لو. بيقول ايه طالما طبقت الفيرست لو على الهيت انجن تعال نتكلم في السكند. بيقول السكند في ثلاثة ستيتمنت للسكند لو عملهم اثنين، واحد اسمه كيلفن واحد اسمه بلانك. فانا اصبح عندي حاجه اسمها كيلفن بلانك ستيتمنت فور سكند لو. بيقول ايه اسهل منطوق فيهم؟ يقول ايه؟ ان كلمة efficiency مفيش efficiency تساوي 100%، يبقى never efficiency تساوي 100%. يعني ايه efficiency 100%؟ يعني ايه efficiency اساسا؟ هو انا عايز ايه من الهيت انجن؟ انا بدور على ايه؟